ابتكر بدأ فريق الفدائي للدفع الرباعي إيقاظ الناس في شهر رمضان لسحورهم، سيارات دفع رباعي ومسحراتية يسعون لإحياء سنة الرسول. في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل تجتمع عشرات الجبات وتنطلق في موكب خاص مع فرقة وطن، يجوبون شوارع المحافظة ينثرون رونقا خاصا بهم لإشعار الناس بشهر رمضان. هذا الفريق التطوعي يكبر ويسعى لتحقيق أهدافه ليس فقط في هذا الشهر، بل تجده في كافة المناسبات العامة لخدمة الناس والعمل على راحتهم من خلال خطط مدروسة تتواءم حاجة المجتمع. راضي كرامة لشبكة عروبة الإعلامية، الخليل.